ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيء علينا يا حاجه، سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه، يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم، ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده، لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه، ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا، ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد لهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي القضاكي بتضحكي علينا يا بنت علي؟ ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بيه. والمصحف يا باشا، ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش، ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول انه يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانوني يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومة لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغالة معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا، مش أكيد. وانا هستنى لما تبقى أكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا، احنا ما اتفقناش على كده. أنا ملزومة منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، أقل حاجة عندها الأكل. يا خسارتك يا سوريا، أدي آخر لما تصدقي الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة. حرام عليك والله يا خسارتك. يا بنت بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك أنا خايفة. أنت هتستنى إيه أكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، أنت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحة. أقول له إيه؟ أقول له إيه بس يا سوريا؟ اقعدي كده وكملي كلامك بإذن الله. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي تعرف تجيبني يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء، والله العظيم انا اديك عيني. انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير، والله العظيم هو ما حاسس بيها. انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها؟ وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تقلت من المفاجأة. أنا مش أنا، أنا مش عارفني. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعًا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهج من البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. اموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. ايه يا شو؟ مالك مخشبة كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليلة، وأنت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده إيه؟ يلا.
يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه دي مولعه. مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ تمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما هو عشانك. مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هو الليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ مش طايقه نفسي، حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فوتنا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني تدخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي، فقلت ابص عليها. يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا انا بسال نفسي، المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه؟ بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان، ومتهيألي عداني العيب. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده،
بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحلي يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير، بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما أقول أي حاجة لازم نتفق الأول على عمولتي. أنتوا كلتوني لمؤاخذة قبل كده في عمولة الكابتن إبراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده أقول لك مفاتيحه. فين؟ على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلل. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكل. دكتور الهرده. هرده ايه يا ابو هرده؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهرده ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمة. ايوه بس انت عارف انت رومانا